ورقة وانتهت. هكذا سيكون حال أزرع طهران في سوريا حال توقف التمويل والدعم المقدم لها، ناهيك عن المواجهات غير المتكافئة التي تخوضها تلك الأزرع. فهل سيتخلى رئيس النظام السوري بشار الأسد عن رجال طهران عنده؟ بدأ تغلغل المجموعات الموالية لطهران في سوريا بعد أن تم إرسالها من قبل حلفائه لتقديم الدعم إليه وتزايد انتشارها بعد عام 2011، وكان الهدف الأساسي لوجودها هو الحفاظ على عرش الأسد في ظل الأخطار التي أربكت الداخل السوري. بعد انتهاء الأزمات في سوريا وتركيز نظام بشار الأسد على مواجهات جديدة في ظل التصعيد الذي يمارسه الكيان ضد دمشق وانشغال لطهران بأزمة مماثلة، سيكون وجود مثل هذه المجموعات غير مطلوب في سوريا، وسيكون شأنهم إلى رئيس النظام السوري الذي لم يعد بحاجة إلى وجودهم. هذه المجموعات ستكون أفرعها في سوريا في موقف شديد الضعف بعد الاستهدافات المتكررة لرؤوسها خلال المواجهات الدائرة خارج سوريا، وتركيز جهود هذه المجموعات على محاولة دفع عمليات الاستهداف التي يديرها الكيان ضدها. أزمة جديدة تواجهها هذه المجموعات في سوريا، وهي افتقادها لمصدر التمويل الذي ستتم مراجعته خلال الفترة القادمة مع انشغال الممولين الرئيسيين بملفات أشد صعوبة وتعقيداً من دعم الأسد في استمرار حكمه. خبراء يحذرون من عدم وضع سيناريو لخروج تلك المجموعات من سوريا في حالة عدم الحاجة إليها، خشية أن تلجأ لممارسات غير قانونية في الداخل السوري بهدف تعويض انقطاع التمويل الذي كان يأتيها من الخارج. لكن السيناريو الأخطر المحتمل أن تتجه إليه تلك المجموعات في تشكيل فرق ضغط على الحدود بين سوريا والكيان، بما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات لا يريدها النظام السوري في الوقت الحالي، حيث قد تدخل تلك المجموعات مواجهات خارجية تؤدي إلى تصعيد ضد دمشق ومن ثم جر سوريا إلى مواجهة شاملة. أصبح الخطر الأكبر حالياً أن تقدم تلك المجموعات مبررات إلى الكيان، بحيث يتم نقل المواجهة الحالية من لبنان إلى سوريا في الوقت الذي لا يحتمل الاقتصاد السوري فيه الدخول في مواجهات بهذا الحجم. ولذلك سيكون رئيس النظام الأسد حال أراد تعزيز قدرات دولته بالمقارنة بتلك المجموعات أمام خيارين اثنين. الخيار الأول أمام رئيس النظام السوري يتمثل في الوصول مع داعميه في طهران إلى كلمة سواء والاتفاق صراحة على آلية للخروج الآمن لتلك المجموعات من جميع الأراضي السورية. أما الخيار الثاني أمام الأسد فسيكون بالاستعانة بالداعمين الروس بحيث يضمن عنصر ضغط على تلك المجموعات التي توغلت في مفاصل المواقع الحيوية السورية، وقد يؤدي أي خلاف معها إلى خطر غير محسوب العواقب. فماذا سيكون مصير تلك المجموعات حال قرر الأسد الاستغناء عنها؟